أهم أخبار نهاية الأسبوع في المختصر، أهلا بكم. عملية مرحبا تنطلق في ظروف جيدة وبتدابير خاصة. انطلقت اليوم بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج في أفضل الظروف ووفق تدابير خاصة. وتم تخصيص غلاف مالي من أجل العملية يصل إلى 150 مليون درهم لدعم البنية التحتية وتجويد عملية العبور. انطلاق عملية تهيئة الشواطئ وتعليمات بمحاربة احتلال الملك العمومي. بدأت الجماعات الترابية بالمناطق الساحلية الحضرية عملية تهيئة وتنظيف الشواطئ من أجل استقبال المصطافين مع بداية فصل الصيف. وحسب المعطيات المتوفرة فإن تعليمات صارمة ركزت على وجوب اتباع الإجراءات الصحية ومحاربة احتلال الملك العمومي. اللجنة العلمية تعلق على الارتفاع الطفيف لعدد المصابين بكورونا. قال عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا سعيد عفيف إن ارتفاع عدد المصابين متوقع بسبب غياب الاحتياطات، مؤكدا أن الفيروس لم ينتهي بعد ومشددا على ضرورة الإقبال على أخذ الجرعة الثالثة. وحول إمكانية عودة تشديد الإجراءات أكد عفيف أن الأمر مطروح إذا لم يلتزم الناس. العثور على جثتي شابين داخل طائرة في مطار الجزائر. كشفت الشرطة الجزائرية أنه تم العثور على جثتي شابين تتراوح أعمارهما بين 20 و23 سنة داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق في الواقعة. الإسباني رافائيل نادال يحرز لقب بطولة رولان غاروس. فاز لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال مرة جديدة ببطولة رولان غاروس للمرة 14 في مباراة نهائية ضد منافسه النرويجي كاسبر رود، وعزز الماتادور رقمه القياسي في الجراند سلام ب 22 لقبا. نهاية المختصر، للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.